وكذلك حفظك الله، إذا مرت المرأة أمام الرجل في صلاته فهل تبطل صلاته بذلك؟ لا تبطل صلاته، الصحيح أنه ما تبطل صلاته بمرور المرأة ولا مرور الكلب ولا مرور الحمار، وإنما المراد بالبطلان هنا نقص الثواب، نقص الثواب لا بطلان الأصل. نعم، عند الإمام أحمد نعم تبطل بمرور الثلاثة، المرأة والكلب الأسود البهيم والحمار، ولكن الجمهور وهو رواية عن أحمد أنها أن المراد بالبطلان هنا النقص، نقص الثواب. نعم، بل إن الإمام أحمد في مذهبه أنها تبطل بمرور كلب أسود بهيم فقط، إذن ما يبطلها بمرور المرأة والحمار بل الكلب الأسود فقط. نعم، هذا في متن الزاد. نعم.